بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول: اما ربنا بيستجيب الدعاء بشكل. تصدقوا ان ربنا بيستجيب الدعاء مش بس الحاجات الكبيره؟ تصدقوا ان ربنا بيستجيب الدعاء احيانا في حاجات صغيره قوي؟ ليه؟ اصل الحاجات الكبيره انت بتقعد تتمناها سنين طويله، فتقول اه ربنا استجاب دعائي عشان انا طالب منه حاجه كبيره. لا والله، والامنيات الصغيره ليه؟ عشان يقولك انا قريب منك قوي، حاسس بيك قوي. هو ربنا قريب، هو من اسمائه الحسنى القريب، ان ربي قريب مجيب ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قريب قوي عشان ربنا يفهمك، عشان ربنا يحسسك ويفهمك قد ايه هو قريب. احيانا الامنيات الصغيره اكله نفسك فيها. احكي لكم حاجه، قصه النهارده. انا كنت في العمره، العمره اللي فات كان كل الكلام، كنا فوق، كان كل الكلام اللي بيدور بينا القرب من ربنا، وعشنا هذه الحاله. فربنا سبحانه وتعالى في عمره واحده وراني ثلاث اربع حاجات ورا بعض. قد ايه الحاجات الصغيره ربنا بيستجيبها، فما بالك بالحاجات الكبيره؟ يعني معقوله ربنا يستجيب لنا في حاجات صغيره قد كده؟ احكي لكم امثله. مريم كانت معانا في العمره. مريم ربنا يبارك فيها، يعني ايه وزنها زياده شويه؟ لا، وزنها زياده شويتين، لا ثلاثه، يعني هي ما شاء الله يعني. فمريم يعني لما بتيجي تدخل المسجد النبوي او كده، تيجي تقعد مش قادره، تتعب جدا، ويجيبوا لها الكراسي اللي موجوده في المسجد النبوي، كرسي كده صغير قد الترابيزه اللي قدامي دي، وايه وملوش ظهر قوي، ما هي ما تقدرش على الحاجات دي، يعني حاجه صعبه بالنسبه لها جدا. فمريم قاعده في المسجد النبوي وكده، قامت قايله ايه؟ يا رب، كده بصوت واطي قوي يعني، هي واختها، قامت قايله لاختها: يا رب، شايفه الكرسي اللي قاعده عليه الست اللي هناك البعيده دي؟ بعيد، مش سامعاها خالص يعني، بعيد. يا رب يعني كرسي زيه عشان كده عبودك وانا مستريحه. فاختها ضحكت عليها، قالت لها: هتجيب منين كرسي زي ده؟ لا يعني امنيه بقولها لربنا. والله العظيم يا جماعه، مريم بتحكي لي، بتقول لي: لقيت الست اللي بعيد جايه ناحيتي، انا اتسمرت مكاني، وقامت قايله لي: اظن ان انت محتاجه كرسي يريحك، انا مسافره النهارده من العمره وراجعه مصر، ممكن تاخدي الكرسي دول؟ مريم بتقول: يا نهار ابيض، انا اتخضيت. يعني ايه اللي حصل؟ وجات مريم بقى وريتني الكرسي، قالت لي: شوف انا خدت الكرسي ده. دي قصه. القصه الثانيه، صديق ليا برضه في نفس العمره، قاعد بيقول: يا رب العربيه تعبت قوي اللي معايا. يا رب يعني نفسي اغير العربيه. بيحلف لي، بيقول لي: ما دعيتش، ما لحقتش ادعي، انا قلتها في سري كده، نفسي اغير العربيه. بص لقى مديره في الشغل بيكلمه في التليفون، بقول لك: يا ابراهيم، هو انت مش عايز تغير العربيه بتاعتك؟ اصل انا قدامي فرصه عربيه باقساط، وتبيع عربيتك وبالفرق نحط المقدم وتدفع الاقساط براحتك، ودي هتريحك. بيقول: انا ما بقتش برد. قال له: انت ما عجبكش الكلام ولا ايه؟ قال له: لا عاجبني. قال له: امال مش مبسوط ليه؟ قال له: انا لا، ما فيش حاجه، مستغرب بس. ربنا بيستجيب الامنيات الصغيره. جرب الحكايه دي مع ربنا. بس متأمل النهارده، جرب مع ربنا الطريقه دي. عمر ابني في نفس العمره، عمر ابني قلت له: يا عمر، على فكره اي خير تعمله لازم يرجع لك. عمر 9 سنين، فاي خير اعمله لازم ربنا يرجعه لي. فهو بقى بطريقه الاطفال، قام داخل مسجد نبوي وواخد 3 كوبايات ميه يدي للناس اللي في المسجد يشربهم، فحاطط كوبايه في جيب الجلابيه هنا وكوبايتين هنا. يا ابني بتعمل ايه؟ بشرب الناس عشان عايز حاجه من ربنا. يعني في الاخر دعا: يا رب عايز لعبه، حدد لعبه معينه. والله العظيم دعا في المسجد، طلع لقى عمته جايبه له نفس اللعبه من سوق من اسواق المدينه المنوره. بصوا، انا شفت ال3 حاجات دول في رحله واحده في 2 3 يومين. ربنا بيحب انك تروح له وعشمك كبير. ايوه، عشمك كبير. يا رب عشمي كبير، هتكسب بخاطري؟ يعني عايزني اقول له كده؟ طبعا تقول له كده، اقول له كده، تقول له كده وبمسكنه وبحب وبثقه. هو بيقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. بسمة أمل للي ظنه في ربنا حلو، بسمة أمل للي عشمه في ربنا كبير ويشوف ربنا هيعمل معاه إيه. شكرا، والسلام عليكم.